هذا الشيء نظنه بعيدا. احنا القاعدين هنا، انا المتكلم، نظن ان الموت شيء بعيد، كأنه نعيش بعد 50 سنة، بعد 60 سنة، بعد 70 سنة، ولا نعلم ان الموت، نعلم ولكن لا نريد ان نصدق، لا نعلم او لا نصدق ان الموت لحظة واحدة. الموت ما بمؤونة، الانسان قاعد، الانسان يتكلم، لحظة واحدة، هذه لحظة الموت، هاي اللحظة تنقله من هذه الدنيا الى الدنيا الاخرى، الى العالم الاخر. تؤمل في الدنيا طويلا ولا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. نعيش إلى بكرة إحنا؟ ما ندري، لحظة واحدة. وفي الحديث الشريف إذا مات الإنسان قامت قيامته، هاي اللحظة الإنسان يموت ينتقل إلى قيامته، وتغلق صحيفة أعماله،